السلام عليكم. انا كنت في القصر الكبير، غضب الصخره لولدي، قال لي صيفطي لي الحلوه والشباكيه والزيتون والزيت البلدي، تقديتهم له وديتهم له. لقيت الكربشة عليا، قالوا لي تنهار السبت، حطيت الصخيره وجيت. انا وصلت للدار ديالي بحرت وضيت صليت، الاخت ديالي كنسمعها كتبكي في الباب وكتغوت، كنحل كنسمع الخبر انا بالله ولدي مات، تقتل في الديار إسبانيا. أنا ولدي بحرا كان عندي ب 11 يوم باش مشى من عندي، ما مبلي ما حتى شي حاجة. ولدي محبوب عند الجميع، مشى مرضي، ضاحك، ما مقلق، ما قصد حتى شي حاجة. حتى كيجيني هذا الخبر هذا اللي هرسني، اللي قتلني مرة، وهذاك الوليد الوحيد اللي عندي كنكسب، هذيك العوينة وحدة اللي بقى كنشوف بها. ولدي مشى من هنا بالحياة، نجيب أنا ولدي ميت. أنا من جلالة الملك كنطلب يفتح لي تحقيق على ولدي، أشنو السبب ديالو اللي تيقتلوا لي أنا ولدي. ولدي ما معطي حتى شي بيليا، ها السونطريات ديالو من اللي السونطر الأول والثاني اللي داز فيه، بوريقاتو بكل شي له، كيقرا الدري متخلق، يسولوا عليه الجميع. حتى كيجيني الخبر هذا اللي ما تقبلتوش، وانا انسانه مريضه، مرض سكري وعندي القلب، وانا ما خلى لي لا صحه ولا جيد ولا عينين باش نشوف. انا ضيعوني في ولدي، كنطلب من جلاله الملك يفتح تحقيق لولدي، شكون اللي تعدى لي على ولدي وقتل لي ولدي؟ علاش هما من كتوقع الواقعه في المغرب كيطالبوا بالحقوق ديالهم، ومن اللي يموت مغربي بحال اللي مشات دبانه؟ رتا ولدي راه مغربي، ولد الشعب ولد الملك. انا طالبه منك جلاله الملك تفتح تحقيق وولدي يجيبوه لي في اقرب وقت. كل نهار كيدوز عليا بعام، ما كنعس لا ليل لا نهار. انا تحرمت من ولدي، هذاك الوحيد المعين ديالي، هذاك الوحيد اللي مضويه بيه بحال شي جمعه مضويه لي في داري. رزاوني في ولدي، رزاوني في ولدي. انا ما بقى عندي لا اللي من نشوف ولا علي من شكون يدخل عليا ولا شكون اللي يخرج عليا. هذاك الوحيد اللي عندي رزاوني فيه. حتى نسمع الخبر او ولدك قتلوه ما تقبلتهاش، علاش يقتلوا لي ولدي؟ كل ام اللي هي ام وكتحس بحال اللي كنحس انا، وعندها وليداتها، واش ترضى بولدها يقتلوا لها؟ حتى انا ولدي مغربي ولد الشعب، علاش انا ولدي يضيعوه لي؟ وكنطلب من القنصليه المغربيه مقيمه في اسبانيا تعجل لي بولدي وتجيبوا لي عاجلا. راه انا ولدي تحرقت بيه، راه انا ولدي الكبده ديالي راه تشوات، راه ما كنعس لا ليل لا نهار، رانا ما بقى عندي حد. هذاك الوحيد اللي عندي كنشوف بيه راه محقروني. انا مزوقه فيك جلاله الملك ا محمد السادس، راه انا وهذا راه ولدي ولد الشعب وولدك، افتح لي تحقيق فيه. علاش يقتلوا لي ولدي ويعجلوا لي بالحجار يجيبوا لي ولدي ندفنوا، وانا بغيت الحقوق ديالي د ولدي؟ ا محمد السادس انا مزوقه فيك، افتح لي تحقيق على ولدي. ما يمكنش راه ولدي ولدك يطيح في دوله اخرى، علاش هما كيحقوا في الاجانب ديالهم من كطرا لهم شي حاجه في المغرب؟ حنا علاش مغربيين نتلاوح تما بحال الدبانه؟ حتى حنا بغينا الحقوق ديالنا، بغيت تفتح تحقيق وياخذ اقصى عقوبه، حيت رزاني في ولدي عنده 18 عام. وكنطلب من جلاله الملك والوزاره الخارجيه المقيمه باسبانيا يجيبوا لي ولدي باقرب وقت. انا عندي ليله بعام ما كنعس ما كناكل ما كنشرب، راه انا ضعت كيما ضع ولدي، راه انا ضعت. جلاله الملك افتح عينيك وشوف فيا وشوف من حالي، راه انا ولدي ضاع لي وضاعت لي حياتي. انا مزوقه فيك ويجيبوا لي الجثه ديالو في اقرب وقت.